بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الحلوين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع مادة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي. أحب أقول لكم وحشتونا من الدرس اللي فات، ويا رب تكونوا استفدتم منه ومتشوقين تعرفوا درسنا الجديد النهاردة. تعالوا يا أصدقائي نتعرف على درسنا النهاردة وناخد فكرة عن موضوع الدرس من خلال الفيديو ده. يوم من جديد من أيام الأجازات الصيفية، ذهب الأصدقاء الثلاثة إلى شاطئ البحر. فشاهد الأصدقاء المياه الزرقاء والسماء الصافية والشمس الساطعة والرمال الناعمة بالقرب من شاطئ البحر. وجلس الأصدقاء يلعبون بهذه الرمال بالقرب من الشاطئ، ثم جلسوا تحت مظلتهم لتحميهم من حرارة الشمس الشديدة، وبدأوا يتأملون المناظر الطبيعية من حولهم ويشكرون الله على جمال هذه النعم وعظمة قدرته. حقا ما أجمل صنع الله. طبعا يا أصدقائي كلنا عرفنا الدرس بيتكلم عن إيه. أنا سمعكم أصدقائي المميزين بيقولوا الأصدقاء والشمس والطبيعة والشاطئ. درسنا النهاردة يا أصدقائي اسمه على الشاطئ. وطبعا علشان نقرأ الدرس قراءة صحيحة لازم نلتزم بالقواعد اللي وضعناها أثناء القراءة. إيه هي القواعد؟ فاكرينها ولا أفكركم بيها؟ تعالوا أفكركم بيها. قواعد القراءة الصحيحة: 1. قراءة الحروف بدقة ومن مخارجها الصحيحة. 2. الالتزام بالمقاطع القصيرة والطويلة أثناء القراءة. 3. تقسيم الدرس إلى جمل وقراءة كل جملة على حدة. ودلوقتي يا أصدقائي هنبدأ قراءة الدرس قراءة صحيحة. على الشاطئ ألعب مع أصحابي، نقفز نجري نضحك، نبني بالرمل بيوتا وقلاعا، يغرقها الموج فلا نغضب، إذا اشتد لهيب الشمس نجلس تحت مظلتنا، ننظر للبحر وللأمواج ونقول ما أجمل صنع الله. تلاميذنا الأعزاء، وبعد ما قرينا الدرس مع بعض هنستخرج دلوقتي المفردات الجديدة. المفردات الجديدة اللي قابلتنا أثناء قراءة الدرس، يعني هنتعرف على المعنى والمضاد وكمان المفرد والجمع، وهنوضح هذه المفردات من خلال الجدول الآتي. المفردات: ألعب مع أصحابي، نقفز نجري نضحك، نبني بالرمل بيوتا وقلاعا، يغرقها الموج فلا نغضب. تعالوا يا أصدقائي نكون جدول المفردات اللي قدامنا. الجدول اللي قدامنا هنستخرج فيه الكلمة ومعناها والكلمة ومضادها والمفرد والجمع. تعالوا نتعرف على الكلمة ومعناها. كلمة نقفز، نقفز معناها نثب أو ننط، تمام. كلمة تانية كلمة نبني، نبني معناها نشيد أو ننشئ، لو قلنا نشيد صح ولو قلنا ننشئ صح. كلمة تالتة كلمة
القلعة. القلعة يا أصدقائي هي البناء المرتفع. تمام، تعالوا دلوقتي نتعرف على الكلمة والمضاد اللي هو قلنا عليه قبل كده عكس الكلمة. أول كلمة معانا كلمة أصحابي، مضادها أو عكسها أعدائي. الكلمة الثانية كلمة نجري، مضادها أو عكسها نقف. الكلمة اللي بعدها نضحك، مضادها أو عكسها نبكي. تمام يا أصدقائي، ناخد الكلمة اللي بعدها كلمة نبني. نبني قلنا معناها نشيد أو ننشئ، مضادها نهدم. كلام مظبوط. الكلمة الأخيرة اللي معانا كلمة نغضب، نغضب عكسها نهدأ. ودلوقتي يا أصدقائي بعد ما خلصنا الكلمة والمضاد هنتعرف على المفرد والجمع. أول كلمة معانا كلمة أصحاب. كلمة أصحاب مفردها صاحب. كلمة تانية الرمل. الرمل يا أصدقائي جمعها الرمال. كلام مظبوط. الكلمة اللي بعدها كلمة بيوت. بيوت مفردها بيت. الكلمة اللي بعدها كلمة قلاع. قلاع، وقلنا ان القلاع هي البناء المرتفع والمفرد قلعة. الكلمة اللي بعدها يا أصدقائي كلمة الموج. الموج جمعها الأمواج. إذا اشتد لهيب الشمس نجلس تحت مظلتنا ننظر للبحر وللأمواج ونقول ما أجمل صنع الله. يلا يا أصدقائي نستخرج الكلمات في الجدول اللي قدامنا، الكلمة ومعناها. اشتد معناها زاد، لهيب معناها حرارة، المظلة اللي انتوا يا اصدقائي عارفينها اسمها الشمسية اللي هي وظيفتها ايه؟ غطاء يمنع الشمس، يبقى المظلة معناها غطاء يمنع الشمس. كلمة ننظر معناها نشاهد او نرى. تمام. الكلمة اللي بعدها صنع. صنع يا اصدقائي معناها عمل. هننتقل للكلمة ومضادها. معنا كلمة اشتد. اشتد عكسها خمد. كلمة نجلس عكسها نقف. كلمة تحت كلنا عارفين عكسها فوق. كلمة نقول برضو كلنا عارفين عكسها نسكت. وكلمة أجمل عكسها أو مضادها أقبح. هننتقل يا أصدقائي للمفرد والجمع. أول كلمة معانا كلمة الشمس. الشمس جمعها الشموس. كلمة مظلة جمعها مظلات. وكلمة البحر جمعها البحار أو البحور. وكلمة الشاطئ، موضوع الدرس بتاعنا الشاطئ، مفرد وجمعها الشواطئ. وطبعا يا أصدقائي مش هننسى نكون مع بعض شكل شبكة المفردات وخريطة الكلمة لبعض مفردات الدرس. يلا نشوف بالأمثلة. شبكة المفردات. شبكة المفردات يا أصدقائي معانا النهاردة كلمة الشاطئ. هنحاول مع بعض نكون أو نتذكر أو نتعرف على الكلمات المتعلقة بكلمة الشاطئ. تعالوا نشوف مجموعة الصور دي اللي هتعرفنا بالكلمات المتعلقة بالشاطئ.
ادي صورة الاطفال قدامنا طفل في البحر، وكمان صورة الشمس، وكمان صورة الشمسية والكرسي والرمال اللي انتوا بتكونوا بيها الاشكال. اول كلمة معانا كلمة الرمال، كلمة الرمال موجودة فعلا على الشاطئ. كلمة الامواج، تمام يا اصدقائي، نشاهد الامواج اثناء الجلوس على الشاطئ. وكلمة القواقع، فعلا القواقع اللي انتوا يا اصدقائي بتجمعوها وبتكونوا بيها الاشكال الجميلة. وكلمة الاطفال، طبعا مفيش شاطئ يا اصدقائي بيخلو من الزوار، وطبعا بيكون معاهم الاطفال. وكلمة المظلة، طبعا يا اصدقائي المظلة اللي هي بتقينا من حرارة الشمس. طيب في كلمات تانية نقدر نحطها في شكل شبكة المفردات؟ فعلا انا سامع الاصدقاء الممتازين بيقولوا الالعاب، صح، الالعاب زي الجاروف والجردل اللي بتلعبوا بيه على الشاطئ، والمراكب، تمام يا اصدقائي، والسفن، تمام، والشمس، تمام يا اصدقائي. وكمان كلمة الكراسي، طبعا اللي احنا بنستريح عليها اثناء الجلوس على الشاطئ. خريطة الكلمة، معانا كلمة النهاردة يا اصدقائي في الدرس هي كلمة اصحابي. يلا نحدد نوعها ونفتكر خريطة الكلمة. كنا بنحدد نوع الكلمة اسم او فعل. كلمة اصحابي نوعها اسم ومعناها اللي هي الاصدقاء، اصحابي معناها اصدقائي، وكمان مضادها اعدائي. يلا بينا يا اصدقائي نفكر في جملة باستخدام كلمة اصحابي. هقول انا احب اصحابي، ومعانا كلمة كمان في خريطة الكلمة وهي كلمة نبني. نبني هنحدد نوعها، نوعها فعل، تمام، ومعناها نشيد وننشئ ونقيم. يعني لو قلنا نشيد صح، ولو قلنا ننشئ صح، ولو قلنا نقيم صح. ومضادها، مضاد نبني نهدم، تمام يا أصدقائي. يلا نكون جملة باستخدام كلمة نبني. هنقول نبني بالرمل بيوتا، تمام، كلنا بنعمل كده أثناء وجودنا على الشاطئ. وبعد قراءة الدرس والتعرف على المفردات الجديدة، هنتناول الدرس من خلال سؤال وجواب. تعالوا معايا. سؤال وجواب. واحد، أين يلعب الأصدقاء؟ بيقول لي أين يلعب الأصدقاء؟ أين هنا أصدقائي؟ يبقى بنسأل عن مكان. من خلال فهمنا للدرس عرفنا يلعب الأصدقاء على الشاطئ، يبقى المكان بتاعنا فين؟ هنا فين؟ الشاطئ. السؤال الثاني، ماذا يفعل الأصدقاء على الشاطئ؟ يعني بيقول لي هم الأصدقاء كانوا بيعملوا إيه على الشاطئ؟ ماذا يفعل الأصدقاء على الشاطئ؟ نشوف الإجابة. الأصدقاء يلعبون ويقفزون ويجرون ويضحكون. السؤال الثالث، ماذا يبني الأصدقاء بالرمل؟ هنقول يبني الأصدقاء بالرمل بيوتا وقلاعا. السؤال اللي بعده، ماذا يفعل الموج بالبيوت وما أثر ذلك على الأصحاب؟ ونخلي بالنا أصدقائي إن احنا عندنا هنا إيه؟ سؤالين. السؤال الأول، ماذا يفعل الموج بالبيوت؟ والسؤال الثاني، وما أثر ذلك على الأصحاب؟ نشوف إجابتنا. الموج يغرق البيوت والقلاع فلا يغضب الأصحاب. خمسة، ماذا يفعل الأصدقاء عندما يشتد لهيب الشمس؟ يعني الأصدقاء أثناء
حرارة الشمس العالية بيعملوا إيه؟ نشوف الإجابة. يجلس الأصدقاء تحت المظلة ينظرون للبحر وللأمواج. 6. ماذا يقول الأصدقاء وهم ينظرون للبحر وللأمواج؟ يعني الأصدقاء عندما يجلسون تحت المظلة بيقولوا إيه؟ نشوف الإجابة. يقول الأصدقاء ما أجمل صنع الله. ونخلي بالنا أصدقائي إن الجملة دي كده ما أجمل صنع الله اسمها أسلوب تعجب. أسلوب تعجب يا أصحاب، نوضحها تاني أهي، هنقول إيه؟ أسلوب تعجب. تعجب. ونخلي بالنا يا أصدقائي إن أسلوب التعجب بينتهي بعلامة اسمها علامة التعجب. السؤال اللي بعده، متى نذهب إلى الشاطئ؟ متى نذهب إلى الشاطئ؟ متى هنا يا أصدقائي الأداة دي بيسألني عن الوقت، الوقت اللي أنا هروح فيه فين؟ الشاطئ. طيب كلنا عارفين إن احنا فصول السنة 4، هي فصل الشتاء وفصل الخريف وفصل الربيع وفصل الصيف. يبقى إجابتنا يا أصدقائي هتبقى إيه؟ نذهب إلى الشاطئ في فصل الصيف. فعلا يا أصدقائي كلنا بنروح البحر والمصيف في فصل إيه؟ في فصل الصيف. وزي ما تعرفنا في الدرس اللي فات في الأصوات على المقاطع القصيرة والمقاطع الطويلة، هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد في الأصوات اسمه التنوين. تعالوا نتعرف على التنوين وأنواع. يلا نشوف. الصوتيات. هنتكلم يا أصدقائي في الصوتيات النهاردة عن التنوين. عايزين نعرف يعني ايه التنوين. بيقول لي التنوين هو عبارة عن نون تلحق بآخر الكلمة. يعني نون بتيجي فين؟ في آخر الكلمة. نطقا يعني هننطقها بس، وتفارقها كتابة. طيب مكانها فين؟ يوضع التنوين على آخر حرف في الكلمة. يبقى احنا عرفنا ان التنوين هو عبارة عن ايه؟ نطق حرف النون في اخر الكلمة، ولكن مش هنكتبه وبنحطه على اخر حرف في الكلمة. طيب تعالوا نتعرف على اشكال التنوين. اشكال التنوين يا اصدقائي 3، تنوين بالفتح وتنوين بالضم وتنوين بالكسر. وده يا اصدقائي شكل التنوين بالفتح، يعني بنحط فتحتين على اخر حرف في الكلمة، والتنوين بالضم بنحط ضمتين على اخر حرف في الكلمة، والتنوين بالكسر برضو كسرتين على اخر حرف تحت اخر حرف في الكلمة. تعالوا نشوف يا اصدقائي الامثلة على التنوين بالضم والتنوين بالكسر. هنعرض الكلمة الاولى، كلمة مدرسة. كلمة مدرسة يا أصدقائي بتنتهي بالتاء المربوطة. طيب عند التنوين بالضم هنقول مدرسة، مدرسة. ونخلي بالنا يا أصدقائي إن احنا نطقنا حرف النون بس ما كتبناهوش، ولكن حطينا علامة التنوين بالضم. طيب عند التنوين بالكسر هنقول مدرسة، حطينا أصدقائي هنا الكسرتين فين؟ تحت آخر حرف، تمام، وما نطقناش النون. يبقى كلمة مدرسة عند التنوين بالضم قلنا مدرسة، وعند التنوين بالكسر قلنا مدرسة. طيب نشوف المثال الثاني، كلمة معلمة. كلمة معلمة يا أصدقائي بتنتهي بالتاء المربوطة. طيب عند التنوين بالضم هنقول معلمة، معلمة. ونخلي بالنا ان احنا نطقنا النون ولكن ما كتبناهاش، وكتبنا التنوين فوق الحرف الاخير. طيب عند التنوين بالكسر بنقول
معلمة، ونخلي بالنا ان التنوين بالكسر اهو وحطيناه تحت اخر حرف في الكلمة، يبقى كلمة معلمة عند التنوين بالضم قلنا معلمة، وعند التنوين بالكسر قلنا معلمة. نشوف المثال الثالث معانا، كلمة كتاب. كلمة كتاب يا أصدقائي تنتهي بحرف الباء. طيب حرف الباء عند التنوين بالضم هنقول كلمة كتاب، كتاب. نلاحظ ان احنا نطقنا حرف النون في اخر الكلمة لكن ما كتبناهوش، وكتبنا الضمتين. طيب وعند التنوين بالكسر هنقول كتاب، وطبعا ادي الكسرتين تحت حرف الباء، يبقى كلمة كتاب عند التنوين بالضم هنقول كتاب، وعند التنوين بالكسر هنقول كتاب. ودلوقتي يا أصدقائي في ملحوظة لازم نقولها عند التنوين بالفتح عشان نخلي بالنا منها كويس. بيقول لي أصدقائي عند التنوين بالفتح لابد من إضافة إيه يا أصدقائي؟ ألف فين؟ نهاية الكلمة، يعني هزود ألف في آخر الكلمة. بيقول لي ويوضع التنوين على الحرف الذي يسبق الألف، وذلك مع كل الحروف ما عدا. يعني ايه الكلام ده يا اصدقائي؟ يعني عند التنوين بالفتح هزود الف في نهاية الكلمة، ولكن ده مش مع كل الحروف، في حرفين هنستثنيهم من كده. ايه هما الحرفين؟ هما التاء المربوطة والهمزة المسبوقة بألف، حيث يوضع التنوين فين؟ فوقها مباشرة. تعالوا نشوف بالأمثلة. الكلمة الأولى معايا أصدقائي كلمة كتاب. كلمة كتاب يا أصدقائي تنتهي بحرف الباء. طبعا هو قال لي حرف الباء عند التنوين بالفتح لازم أزود له ألف. تعالوا نشوف، هتبقى كتابا. فعلا يا أصدقائي هو هنا زود الألف وكمان حط التنوين على الحرف اللي قبل الألف. طيب نشوف المثال الثاني معانا، كلمة سبورة. كلمة سبورة يا أصدقائي تنتهي بالتاء المربوطة، وهو قال لي عند التنوين بالفتح ما بزودش ألف بعد التاء المربوطة. تعالوا نشوف، هتبقى سبورة. لو نشوف هنا حط التنوين بالفتح على طول بدون زيادة ألف. طيب يا أصدقائي هنتعرف دلوقتي على التنوين بالضم والتنوين بالكسر لهذه الأمثلة. تعالوا نشوف الكلمة الأولى، عند التنوين بالضم مع كلمة كتاب هنقول كتاب، وعند التنوين بالكسر هنقول كتاب. نطقنا يا أصدقائي النون وما كتبناهاش. آدي شكل التنوين بالضم في كتاب، وآدي شكل التنوين بالكسر في كتاب. طيب المثال الثاني، كلمة سبورة. كلمة سبورة عند التنوين بالضم قلنا سبورة، وعند التنوين بالكسر قلنا سبورة. وطبعا يا أصدقائي شايفين التنوين مكانه فين؟ فوق آخر حرف وتحت آخر حرف. يلا بنا يا أصدقائي نطبق قاعدة التنوين على الكلمات اللي قدامنا. أول كلمة معانا كلمة ضابط. كلمة ضابط يا أصدقائي بتنتهي بحرف الطاء، نخلي بالنا كويس واحنا بنجيب أو ننطق الكلمة بالتنوين بالفتح نخلي بالنا من إيه؟ من آخر حرف. حرف الطاء يا أصدقائي يعني هنزود بعد منه ألف، وهنقول ضابطا ضابطا، وعند التنوين بالضم هنقول ضابط، وعند التنوين بالكسر هنقول ضابط. اللي احنا هنشوفه هنا اصدقائي دلوقتي، لاحظنا ان كلمة ضابط عند التنوين بالفتح زودنا لها ايه؟ زودنا الالف وحطينا التنوين على الحرف اللي قبل الالف، وعند التنوين بالضم حطينا الضمتين على اخر حرف، وعند التنوين بالكسر حطينا الكسرتين تحت اخر حرف. فعشان كده نطقنا ضابطا ضابط،
وضابط. طيب نشوف المثال الثاني بقى، كلنا نمسك القلم ونكتب مع بعض كلمة باسم. كلمة باسم يا أصدقائي بتنتهي بحرف إيه؟ حرف الميم. حرف الميم يعني لازم نزود بعد منه ألف عند التنوين بالفتح، فهنقول باسما، وعند التنوين بالضم هنقول باسم، وعند التنوين بالكسر هنقول باسم. نلاحظ هنا ان احنا زودنا الالف عشان كلمة باسم بتنتهي بحرف الايه؟ بحرف الميم، وادي التنوين بالفتح، وهنا في الكلمة التانية قلنا باسم، ادي التنوين بالضم، وفي الكلمة التالتة قلنا باسم، ادي قدامي هنا التنوين هيبقى هنا اصدقائي، هيبقى هنا قلنا باسم. يبقى كلمة باسم زودنا لها ألف بعد آخر حرف عند التنوين بالفتح. يلا يا أصدقائي نمسك القلم تاني ونكتب مع بعض كلمة بيوت. كلمة بيوت. بيوت يا أصدقائي بتنتهي بالتاء، بس خلي بالك دي التاء الإيه؟ التاء المفتوحة، يعني عند التنوين بالفتح لازم أزود الألف، أقول بيوتا، وعند التنوين بالضم هقول بيوت، وعند التنوين بالكسر هقول بيوت. لاحظنا هنا ان ادي الالف وادي شكل التنوين فين؟ على الحرف اللي قبل الالف، وادي بيوت التنوين فوق التاء، وبيوت التنوين تحت التاء. نشوف المثال اللي بعده يا اصدقائي، كلمة عطرة. فاكرين يا اصدقائي في درس على الشاطئ كنا بنقول كانت رائحة الورد عطرة. كلمة عطرة يا أصدقائي تنتهي بالتاء المربوطة، والتاء المربوطة عند التنوين بالفتح بن إيه؟ بنحط التنوين فوق التاء على طول وما بنزودش ألف، يعني هنقول عطرة. عطرة يا أصدقائي طبعا هنا نطقنا النون ولكن ما كتبناهاش، وحطينا التنوين بتاعنا فين؟ حطينا التنوين بتاعنا يا أصدقائي فوق التاء، وعند التنوين بالضم هنقول عطرة. عطرة فعلا نطقنا النون ولكن ما كتبناهاش، وكتبنا مكانها ايه اصدقائي؟ التنوين بالضم، وعند التنوين بالكسر قلنا عطرة. وادي اصدقائي كلمة عطرة هنا التنوين بالكسر تحت التاء المربوطة. نشوف مثال كمان على الكلمات اللي بتنتهي بتاء مربوطة، نشوف كلمة وردة. كلمة وردة فعلا بتنتهي بالتاء المربوطة، فعلا عند التنوين بالفتح هنقول وردة، وعند التنوين بالضم هنقول وردة، وعند التنوين بالكسر هنقول وردة. طبعا في الثلاث أمثلة نطقنا النون ولكن ما كتبناهاش، هنا وردة كتبنا التنوين بالفتح، وردة كتبنا التنوين بالضم، وردة كتبنا التنوين بالكسر. طيب يا أصدقائي مثال كمان عشان تلاميذنا الشاطرين، نقول كلمة سماء. ونخلي بالنا يا أصدقائي إن في كلمة سماء تنتهي هنا بإيه؟ بهمزة مسبوقة بألف، يعني عند التنوين بالفتح هنقول سماء، وعند التنوين بالضم هنقول سماء، وعند التنوين بالكسر هنقول سماء. وهنا نكون وصلنا لنهاية درس اليوم، ولكن استنوا، لازم نخرج من درسنا النهاردة ببعض التعليمات والنصائح اللي أكيد هتفيدنا في حياتنا. تفتكروا زي إيه؟ يلا نشوف. واحد، عدم المخاطرة إن كنت لا تجيد السباحة. اثنين، ارتداء الملابس الخاصة بالسباحة. ثلاثة، الاستمتاع باللعب مع الأصدقاء بدون غضب. أربعة، الجلوس تحت المظلة عند اشتداد حرارة الشمس. خمسة، التأمل في جمال وعظمة صنع الله.
وبكده يا أصدقائي يكون وقتنا معاكم انتهى النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتم منه وتقدروا تجاوبوا على التدريبات والأسئلة المتعلقة بدرس النهاردة. أشوفكم على خير في درس جديد، وإلى اللقاء.